السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، اليوم سنلعب لعبة جي تي اي 5 ونحن لدينا قدرات خرافية لا يصدقها العقل، وسنقوم بتدمير خريطة لوس سانتوس. السلام عليكم، كيف حالك يا صديقي؟ ماذا تريد؟ راقبوا هذا الشخص يا أصدقاء، لم أفعل له أي شيء. للتو بدأت المقطع وجاء عندي. حسنا، تريد تدميري أيها المغفل؟ أوكي، باو، واو، راقبوا، لا زال جاي عندي. حسنا، هيا. يا سلام، أنا شخص قوي لدي قدرات خرافية، وأنت تريد يا أيها المغفل تدميري. حسنا، خذ مرة أخرى. هيا، لا أريد تدميرك، لكنني قمت بتدميري يا رفاق. أوه، خرجت الدماء من بطني. المهم، تلك القدرة الخرافية التي قمت باستعمالها للتو الشيء الذي فعلتها، فإنها قامت بإرسال دبدبات الأشياء البعيدة جدا، مثل مثلا هاته الهوت دوغ تشيواوا. رأيتم الشيء الذي حدث؟ لقد تم تدميره نهائيا، لكن الناس يتم تدميرهم فقط من الداخل. من بين الأمور التي يمكنني فعلها هي أن في إمكاني الطيران بهذه الطريقة والذهاب لأية منطقة أريد الذهاب لها بلا أي مشاكل. كذلك من بين الأشياء التي في إمكاني فعلها، انتظروا، أولا نأتي ونكتشف هل هناك شخص مثلا في البحر يستمتع بوقته. لا وجود. أوه، هناك طائر. الطائر لا أتوقع بأن في إمكاني يا رفاق فعل الشيء الذي أريد فعله الآن. نعم، نقوم بتجربة الأمر مثلا مع هذه القوارب. هي لكي ننزل هنا عادي جدا، وراقب الشيء الذي سيحدث. ذلك القارب، بوم يا رفاقي، ذلك القارب لقد قمت بجذبه نحوي، والآن جاذبية ذلك القارب أصبحت لديها علاقة بجسدي. نقوم بجذب ذلك الموتورسايكل كذلك، وهذا وذلك الموتورسايكل الآخر والآخر. لما لا يا رفاق الأوفياء والشاهد الشيء الذي حدث الآن، تلك الموتورسايكلز أو تلك القوارب المائية فإنها يا رفاقي بدأت تطير حولي، وأنا الآن بمثابة مركز لها. بعض من تلك الموتورسايكلز لقد انفجرت لأنها ضربت في بعضها البعض. الشيء الذي في إمكاني فعله الآن هو مثلا إيجاد شخص، مثلا ذلك الشخص الذي بدأ يجري. وراقب الشيء الذي سيحدث يا رفاق بهذه الطريقة. إيمين، لقد هرب، ابتعد كثيرا. يبتعد يا المغفل، أنا جاي عندك يا المغفل، لن تذهب لي أي مكان. ذلك الشخص، ونضغطه هكذا. الشيء الذي فعلته الآن هو أنني قمت بإرسال يا رفاقي أحد القوارب عنده. ينتظرون كشف هل قام بإصابته ذلك القارب أم أنها هرب. أصاب الشخص في الخلف، لكن شخص الأمن فإن القارب لم يصيبه. حسنا، هل من مزيد؟ أين أنتم؟ هناك شخص آخر. بوم، أرسلت عنده يا رفاقي أحد تلك الموتورسايكل، لكن مع الأسف لقد توقفت في جانب الطريق. لما لا نطير للسماء ونقوم بإرسال الموتورسايكلز بهذه الطريقة؟ يا سلام، هاي. وفي الأخير قمت بتفجير موت رائع جدا خرافي ليس له أي مشي. واو، أصبت ذلك الشخص بالدبدبات. صديقه مات لكن هو لم يموت. حسنا، مع السلامة يا صديقي. أتساءل الآن هل في إمكاني جذب ذلك الأتوميك بالون عندي أم لا؟ شاهدوا، واو، قمت بجذبه. هذا شيء جنوني لا يصدق العقل. وماذا لو حاولت إرساله مثلا لتلك الضفة هناك؟ تم إرساله يا أصدقاء. هل السائق سيعيد تحكم فيه؟ لست متأكد، سألحق به. نعم، السائق لقد أعاد التحكم في الأتوميك بالونك. لا لا لا، بل جذبتها الجاذبية. مشكل، سيسقط، سيموت الناس. لا تقلقوا يا رفاق، معكم الرجل صاحب القدرات الخرافية. لا تقلقوا يا أيها الناس، لن تموتوا. الشيء الذي سأفعله هو أنني سأقوم بإنزالكم ببطء بدون أن تموتوا، رغم أني لست متأكد كيف سأستطيع إنزالهم ببطء. مثلا إذا علي الذهاب لمنطقة أخرى، سنذهب لمنطقة جيدة لا توجد فيها لا بناية ولا أي شيء، وسنحاول اكتشافها. سنستطيع إنزال ذلك الأتوميك بالون. مع الأسف يا رفاق لم نستطع فعله. سنحاول تكرار تجربة الأمر، لا تقلقوا، لكن في هذه الأثناء سنكرر تجربة الأمر مع أحد الطائرات الكبيرة جدا ونحو المطار سنتجه. نسيت صراحة بأن تلك البنايات طويلة ومشاهقة، كان علي الطيران في السماء لكي لا يضرب البالون في البنايات وينفجر. هناك طائر، راقبوا. واو، هذا لا يعقل، وانفجرت. يا سلام، استطعت جذب الطائر رغم أنها كانت بعيدة جدا عني. ماذا لو حاولت جذب تلك؟ لا أستطيع مع الأسف، لكن في إمكاني تسديد تلك الطائرة عندها. أشاهدتم، هل قمت بتسديدها يا رفاق؟ هناك طائرة أخرى، ماذا لو جذبتها؟ واو، هذه الطائرة استطعت جذبها. لا أستطيع أن هناك أحد الأغنياء يسوق تلك الطائرة. ماذا لو قمت بإرسالها الآن هناك؟ هل ستنزل ببطء أم لا؟ راقبوا. لا يمكن نهائيا انزالها ببطء يا رفاق، ستستطيعون فقط رميها حتى ولو حاولتم انزالها ببطء. انا متاسف لاني فعلت فيكم هذا، لكن ليس بيدي حيلة. واو، هذه الطائرة يا رفاقي مهما فعلتم فان الموضات لا تستطيع نهائيا فعل اي شيء لها، وهذا امر عجيب. راقبوا، في امكاني حمل تلك اسفل منها.
وهي عبارة عن سيارة على ما أعتقد. أما بالنسبة لها لا يمكن، هي سوبر تم تجميدها في تلك المنطقة. أتوقع صراحة بأن في إمكانية تدمير القطار ولن نستطيع نهائيا تدمير هذه الطائرات المجمدة هنا في هذا المكان. رقم رقم لا يمكن نهائيا لا دفع ولا فعل أي شيء لها رغم أنني قوي جدا. وراقب هذه الطائرة استطعت جذبها يا رفاق. واو هذا شيء جنوني، سأرسلها في السماء وأتمنى فقط ألا تموت. هيا ستنزل. مشكل انفجرت يا أصدقاء، وهنا نستنتج أنه مهما حاولتم فلن تستطيعوا مع الأسف إنزال الطائرات ببطء. الهليكوبتر مثلا راقبوا، هيا تحكم فيها بشكل جيد. الهليكوبتر من السهل تحكم فيها، تحكم يا أيها المغفل، هيا تحكم. لا فقد السيطرة المسكين، سينفجر لم ينفجر. الحمد لله وأخيرا لقد نجت هذه الهليكوبتر، هذا شيء رائع وجميل. المهم من بين القدرات التي في إمكانكم استعمالها هي قدرات شيلد، وهو عبارة عن درع. هذا الدرع إذا قام رجال الشرطة بالتسديد عليكم، الشيء الذي سيحدث هو أن لديكم خياران، يا إما تدمير تلك الرصاصات أو الاحتفاظ على تلك الرصاصات. لدينا كذلك هي عبارة عن ويبنز استعمال الأسلحة، لدينا كذلك اسمها الماسكيل، هي التي نقوم بتجربتها ونكتشف الشيء الذي سيحدث. علينا الاتجاه لمنطقة معينة فيها رجال الشرطة كثر. نعم هنا أمام المطار في أغلب الأحيان فإن سيكون هناك رجال للشرطة، سنحاول تدميرهم يا رفاق وسنحاول فعل الماسكيلين. أنا متأسف يا سائق التاكسي لأنني أصابتك، لكن صراحة شخصيتي فإنها سريعة جدا. تخيلوا أن رجال الشرطة دائما ما يكونون هنا بالقرب من المطار، لكن في هذه الأثناء بعدما أصبحت قويا لا وجود رجال الشرطة، لقد هربوا. هرب رجال الشرطة رغم أن لدي نجمة. هذا أمر عجيب. حسنا هيا لكي نحصل على النجمات ونقوم يا رفاق بالحصول على الأقل 5 نجمات. وصل لحي العصابات واكتشفت بأن النجمات اختفت نهائيا. رجال الشرطة بعدما عرفوا بأن لدي هذه القدرات لا يريدون التعامل معي. انتظروا نكشف ماذا سيفعل هؤلاء العصابات لأنهم معاديين لفرانكلين وأتباعه. شاهدوا رأيتم لقد سبني. حسنا سأحمل هذا وسأحمل هذا كذلك. ماذا تريد يا أيها المغفلة؟ تريد صديقك؟ خذ صديقك. هيا راقبوا هذا الشخص لقد جاء. ماذا تريد يا صديقي؟ حسنا تعال تعال سنقوم. اوه راقبوا هذا راقبوا هذا، لم افعل اي شيء واستطعت اسقاطه. ماذا سددت علي انت؟ لا اريد فعل اي شيء لك. حسنا سنقوم بتدميرها يا رفاقي باستراتيجيه الاي ام بي. حسنا كيف حالك؟ بام هيا كيف حالكم؟ بام هل تم تدميرها؟ لا زلت لم تدمر بعد. بام اصبتها بالطاقه. هل قلبها انفجر؟ نعم قلبها لقد انفجر يا اصدقاء. هذا الشخص لم ينفجر قلبه بعد. بام هل انفجر الان ام لا؟ لا زال. حسنا الان يا سلام تلك الفتاه لم تموت، ساتركها يا اصدقاء. الباقون قلبهم لقد انفجر. انت كذلك لازلت تسددين عليه، وانت يا ايها المغفل لا اريد ان افعل لكم اي شيء، وخصوصا الفتيات هنا لان الفتيات ضعيفات. لهذا السبب لا اريد يا اصدقاء قتلهم ولا فعل اي شيء لهم. حسنا هؤلاء الاشخاص راقبوا سياراتهم، كيف فعلتوا بسياراتهم؟ هذا الشخص لم يموت بعد. بدأ في تسيع على رجال الشرطة. حسنا جمعت عدد هائل جدا من الطاقة الآن. راقبوا راقبوا راقبوا. واو الانفجار كان كبير، في إمكاني جمع طاقة خرافية. شي سأجمع الطاقة، سأملأ سبيشلاتك نهاية. شي ضربة واحدة وسيموت. يا سلام شاهدوا هاته هنا الأنابيب المملوءة بالمياه، لقد انفجرت والانفجار وصل حتى هاته الضفة. هذا شيء رائع وجنوني. راقبوا 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 راقبوا، سأملأ الطاقة لأستسلم. الهليكوبتر لقد جاءت. هيا تم تفجير الطائرة، سأحملها لا تقلقوا والآن سأسددها. واو موضوع خرافي جدا ورائع. اريد منكم يا رفاق ان تدمروا المقطع الان بالضغط على زر لايك، دمروه بالضغط على زر لايك وانشروا مع اصدقائكم كذلك. وهي لكي متابعه تتمه اللعبه. ماذا سنجرب الان؟ نجرب ستوب ساين. راقبوا معي يا رفاقي استراتيجيه ستوب ساين. ستوب ساين اذا مثلا رايتم اي شرطي اي شيء رجال الشرطه فانهم يخافون مني لان لدي قدرات خرافيه. الشرطي جاء، هذا الشرطي يعتقد بانه شجاع. حسنا يا ايها الشرطي راقبوا الشيء الذي سيحدث له. بام الشيء الذي فعلته في هذه الأثناء هو أنني قمت بحمل ستوب ساينز الموجودة في الشوارع وقمت بطعن رجال الشرطة. راقبوا هذا الشخص في العنق، تم طعنه المسكين. هذا
فهم اين تم طعنه انتظر منك شيء تم طعنه في البطن نعم لهذا السبب لازال لم يموت بعد الان واو في الراس هذا شيء خرافي هو جنوني غير معقول هذا الشخص ضربته في البطن فقط هناك شرطي مختبئ اهو يا سلام وهذا كذلك لم يموت هؤلاء الاشخاص لكن قمت باصابتهم جيدا هيا تم طعنهم بنجاح هل الامر اكتفى هنا فقط لا لم يكتفي الامر هنا فحسب بل يا رفاق في امكانكم فعل الكثير من الامور من بين الامور هي استدعاء التوربينات راقبوا والان سنضغط شاهدوا الشيء الذي سيحدث يا سلام عليك لقد قمت باحضار توربينات معي انتظرونك شيف هكذا يا سلام تلك التوربينه لقد ارسلتني يا رفاقي ارسلتني حسنا نحضر مزيد من التوربينات يا سلام تم انزال التوربينات فوق وفوق راسي مراقب هذا المغفل يا سلام تخيلوا ان في امكانكم احضار وحامل توربينات معكم وزرع تلك التوربينات في الشوارع صراحه اتوقع بان هذا المود من بين المودات الخرافيه جدا التي قمت بتجربتها واعتقد بان هذا المود يتنافس مع مود الساحر اذا تشاهدوا مود الساحر الذي قمت بلعبه قبل سنتين تقريبا فانصحكم ان تشاهدوا لان ذلك المود رائع وجب رقب تلك التوربينه واو يمكن التحكم فيها جيدا اذا جاءت مثلا هليكوبتر عندي ففي امكاني ضربها بتلك التوربينه بهذه الطريقه وانهاؤها نهائيا. الان ما سنفعله هو اننا سنقوم بالاتجاه نحو التكنت العسكريه لكي نقوم بتدريبات الماس كيل. السلام عليكم المين عادين في التكنت العسكريه معكم فرانكلين ذو القدرات الخارقه هي لكي نحمل تلك الهليكوبتر فقط لكي يكتشفوا بان لدي قدرات خارقه. هنا هي الهليكوبتر تم حملها بنجاح نحمل معنا ذلك. لماذا لا يا رفاق في امكاني حمله لماذا لا ساقوم بحمله اكيد هناك شخص بدا في التسديد هذا بوم حسنا انتظر يا ايها المغفل سنشغل الماسكيل وراقب الشيء الذي سيحدث واو جاتهم انتظر واو يا سلام هناك شيء قوي جدا يدور نحوي اذا استمرت ضاغطا راقبوا لقد بدات في التسديد عليه واو دمرته وهنا نستنتج ان عليكم الاستمرار ضاغطين رجال العساكر اولئك لم يفهموا اي شيء وهذا امر صراحه خطير جدا لان خاصيه الماسكيل من بين الخاصيات الخرافيه هناك طائره راقبوا ما الذي سيحدث لتلك الطائره اذا استعملنا خاصيه الماسكيل اشتغلت الان قمت بالتسديد عليه لكن ظهر هناك سلاح في السماء لست متاكد ما الذي حدث بالضبط حسنا هي لكي نطير عندهم نستعمل استراتيجيه الماسكيل الان واو لقد تم ارسالهم لست متاكد اين تم ارسالهم لكن تم ارسالهم للسماء اين انتم يا رجال العسكر هيا تعالوا شيء غريب بعدما اصبحت لدي قدرات خرافيه في لعبه جي تي 5 فان الطائرات والناس لم يعودوا نهائيا يقتربون مني كانهم عرفوا وهم متاكدون من ان لدي قدرات خرافيه وهذا امر عجيب الان لحظه جر هذه الاشياء عندنا كي نستمتع بوقتنا هيا تعالوا 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 اي شيء في امكاني جره فانني ساقوم بجره اين انتم يا العساكر تخيلوا التكنه العسكريه ممتلئه في العساكر اغلبهم الان لا يريد المجيء عندي لقد خافوا خاف المساكين هناك طائره راقب تلك الطائره ساقوم باحضارها كذلك لا اتوا تعالوا يا ايها المسافرين لن تذهبوا لاي مكان الان واو انفجرت انفجرت وتشتتت اشلاؤها بما ان هؤلاء العساكر الجبناء فانهم لم ياتوا عندي الشيء الذي سافعله هو انني ساقوم برامي هذه الاشياء مع السلامه نلتقي لاحقا وهي لكي نتجه نحو المدينه لان المدينه امتع حل الظلام ما سنفعله الان هو اننا سنقوم بتشغيل نايت فيجن اكيد لكي نستطيع الرؤيه بشكل جيد راقبوا يا رفاق بوم في امكاني تشغيل هذه الهيت فيجن بهذه الطريقه وان رايتم السيارات فانها ستظهر على شكل ضوء فيها ضوء لكي تستطيع رؤيتها بشكل جيد اذا حل الظلام وها هو الظلام لقد اقترب من ان يحل الشيء الذي سافعله هو انني ساقوم باضافه توقيت لمثلا العاشرة ليلا اراقب الان واو نعم الدنيا اصبحت مظلمة لكن انا بعد تشغيل هذه الخاصية فانني ساضيف الضوء للعبة هيا لكي نقوم بتشغيل خاصية الشيلد لكي نقوم باكتشاف ديستروي بوليس شغلت الان ديستروي بوليس راقبوا الشيء الذي سيحدث كلما سددوا عليه فان بعد وصول الرصاصات لذلك الحاجز الذي قمت بانشائه فان الرصاصات يتم تفجيرها اوتوماتيكيا ورجال الشرطه لن يستطيعوا فعل اي شيء لكم ولن يستطيعوا نهائيا اصابتكم وماذا لو قمت باختيار الان انا متاسف يا رجل الشرطه لكني لم اريد اصابتك يا صديقي نقوم باختيار هولد بوليس وراقبوا الشيء الذي سيحدث بعدما سيقوم رجال الشرطه بالتسديد عليه
فإنكم ستلاحظون بأن الرصاصات بدأت تتجمع حولي. رأيتموها، يجب علي تغيير الأجواء للصباح أو الذهاب لمنطقة معينة لكي تكتشفوا بأن الرصاصات الآن بدأت تتجمع حولي. كأن ذلك الحاجز يقوم بجمع الرصاصات، وبعدها الشيء الذي في إمكانكم فعله هو أن في إمكانكم إعادة تسديد رصاصاتهم نحوهم. أريد صراحة إذا قمت ضغطك. نعم رأيتم هناك نقاط، راقب راقبون، هناك نقاط يا رفاق حولي، وتلك النقاط هي عبارة عن الرصاصات. أشاهدتموها؟ أنا علي الصار شيئا ما، فإنها تظهر جيدا. تلك الرصاصات ظهرت جيدا الآن. تلك الرصاصات يا رفاق سأقوم بجمعها، وبعد الشيء الذي سأفعله هو أني سأعيد تسديدها عليهم. سنقوم باختيار الآن الماسكيل وراقب الشيء الذي سيحدث. بوم، يا سلام، رصاصاته لقد أعدتها إليهم يا رفاق وقمت بتدميرهم. هذا شيء لا يصدق العقل، هذا شيء جنوني. أنتم؟ يا سلام يا سلام يا سلام، لم يفهم المساكين أي شيء. كذلك الطائرة تم إرسال رصاصات لها رغم أنني لم أقم بتصويب القدرات نحوها، هذا شيء رائع. الآن سنقوم بتجربة آخر خاصية، وهي خاصية الماغنيتايز أتاك. حسنا انتظر ونكشف. هكذا الماغنيتايز أتاك، فإنها ستسمح لنا بوضع مثلا ماغنيتي، كأننا سنقوم بجذب الأشياء نحونا، أو أن الهجمة ستكون فيها جاذبية أكثر، لست متأكد بعد، لكن هذه الهجمة فإنها مميزة كذلك. حسنا سنقوم باختيار أول في هذه اللحظات وسنكشف الشيء الذي سيحدث. لازال الدرع مشتغل عادي جدا. نعم فهمت الآن، إذا قمتم باختيار أول فإنكم ستجذبون كل شيء، وبعدها ستسددون ذلك الشيء الذي جذبتموه على التارجت. هل شاهدتم؟ أنا الآن أقوم بجذب الأشياء حولي أوتوماتيكيا، والشيء الذي سيحدث إذا اخترت مثلا ذلك الشرطي وضغط، فإنني سأقوم بإرسال تلك الأشياء نحوه. هجمة خرافية جدا ورائعة، أعجبتني. ولكي نكتشف هل هذا المود بالفعل جيد جدا ورائع وقوي، علينا تجربته اكيد ضد القطار. راقبوا. استطعت حمل القطار واوقفته بضربه واحده فقط، هذا شيء لا يصدقه العقل. شيء يا سلام، بعد ايقاف القطار ففي امكاني يا رفاق حامل اشلائه بهذه الطريقه. كأن هذه الأشلاء لا تساوي أي شيء بالنسبة لهذا الشخص، وكلكم يعرف بأن القطار في لعبة جداي فاين فإن يستحيل يا رفاقي إيقافه أو تدميره، لكن لكي تتأكدوا وتعرفوا بأن هذا الموض خرافي جدا ورائع، استطعنا حمل القطار. شيء جنوني، راقبوا بالنوكليب. يا سلام، شيء أنا ذاهب الآن متجه نحو منطقة غير معلومة والقطار فوق مني. راقبوا بعد توقفي. شيء القطار فوق مني مباشرة وهو يلعب وهو يتحرك، هذا شيء رائع وجميل. لكن أعتقد بأنني سأكتشف فقط بهذا في هذا المقطع. أتمنى أن أعجبكم، صراحة لقد تفاجأت بهذا الموضوع، بهذه القدرات الخرافية جدا والخيالية التي استطعنا يا رفاقي اكتشافها والاستمتاع باستعمالها في هذا الموضوع الجميل. لكن أعتقد بأنني سأكون قد وصلت نهاية هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. فضلا منكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل كذلك الجرس حتى ذلك الحين. كان معكم ياسين، سوياكم الله والذين لا صدوا ذا، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.